الشوط السابع أبكار مفتوح، وأيضا الجائزة هذه. حفلنا الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تحرك الشوط الرابع ساعة 8 مقدمة من علي بن محمود بن حبيب الرضا. كل الجوائز من بو عالية المقدمة في هذا السباق. يا مرحبا يا مرحبا باللي عنوا من كل في، مرحبا بأهل الوطن والزائرين، مرحبا يا قاصد دورة دبي. دارنا دار الشيوخ الطيبين. الله 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 يا الهباب، يوم بتي الهباب هات يلي تطوي الميدان، طي لي تبدل على اليسار او على اليمين، نحن نروح اللي على المركز الاول ونتابع الصداره، نتابع المركز الاول. عندنا شاهين سلطان بن محمد بن بخيت العرياني على المركز الاول، وهناك ايضا الفاتن حمد بن سعيد بن حمد بالصقعة الذي يأتينا أيضا مع هذا الهجوم على المراكز الأولى. المركز الثالث أقول ممتاز علي بن يمعة بن سبتة السويدي، والرابع الرابع الرابع المقعودي راعي وحاش الله سعيد بن عتيج المقعودي. هذه الأسماء، هذه الأسماء الحاضرة مشاهدين متابعينا الأعزاء، وما زلنا نتابع نتابع البداية والتحدي والإثارة. ياكم المقعودي، ياكم ياكم أيضا اللي هو بن حميدان حران راعي طحان راعي طحان راعي طحان، بيطحنكم طحان بيطحنهم طحان، وبدا ايضا يرسل اشارات التحدي. اوه يا طحان، لك ماضي، لك ماضي من ابوك، لك ماضي من خواتك، لك ماضي من اخوانك، وهو هذا الشبل من ذاك الاسد. وطحان راح بالناموس وراح ايضا بالعقد، وراح بالعقد راح راح طحان راح او بالساعه الثمينه، وراح بالحران راح. روح المقعودي يحاول يحاول المحاولات الاخيره راعي وحاج المقعودي، ولكن المقعودي مع طحان او بالحران بن حميدان والمقعودي وبن حميدان والمقعودي. الله طحان الحميد بن حران بن حميدان، الثاني للمقعودي، والثالث الثالث ما انتبهنا رقمه كم يا حسن، الثالث كم؟ طيب ما شفنا رقم الثالث، اعذرونا دقيقتين و14 ثانية. ثاني للحميد بن حران بن حمد بن حميدان على فوز طحان بالمركز الأول وحصوله على ساعة ثمينة، ساعة ثمينة أيضا مقدمة من بو عالية، مقدمة من بو حسن علي بن محمود بن حبيب الرضا الذي بادر وساهم وشجع ويدعم هذه الرياضة. ساهم أيضا في ميدان التلة، ساهم أيضا في ميدان التلة، ويساهم في كل الفعاليات وكل الميادين، دائما يشارك أيضا بالجوائز القيمة